وصحبه اجمعين. بقيت ولاء مولاي صاحب الجلاله والمهابه على اثر انعقاد الجمعيه العامه لغرفه التجاره والصناعه والخدمات في جهه الرباط سلا القنيطره في دوره عاديه يوم الاربعاء ثامن ربيع الاول 1444 هجريه الموافق 5 اكتوبر 2022. يسعدني يا مولاي ان انتهز هذه المناسبه لأرفع الى السده العاليه بالله اصاله عن نفسي وباسم كافه اعضاء غرفتنا ايه ولائنا واخلاصنا لجلالتكم، متهيئين الى العلي القدير ان يديم على جلالتكم نعمه الصحه والعافيه وليحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم. كما يغتنم اعضاء جمعيتنا العامه هذه المناسبه يعرفوا لجلالتكم مجددا عن اصدق عبارات الاخلاص والتشبث بالعرش العلوي المجيد، معاهدين جلالتكم على العمل والتفاني للمساهمه بكل جد وفعاليه في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه لجهتنا ووطننا العزيز تحت قيادتكم الساميه ومجندين وراء جلالتكم للدود عن وحده ترابنا. ذخرا وملاذا لهذا البلد الامين اقر عين جلالتكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الامير الجليل مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا خديجة، وشد عضدكم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. وحرر بالرباط في 8 ربيع الأول 1444 الموافق 5 أكتوبر 2022 والسلام على مقام حضرة جلالتكم ورحمة الله تعالى وبركاته خديم الأعتاب الشريفة حسن الساخي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط القنيطرة. السلام عليكم. بالنسبة للصباح